وللحديث عن آخر التطورات في الأراضي المحتلة معنا من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني السيد تيسير سليمان. مرحبا بك معنا سيد تيسير. أهلا وسهلا حبيبنا، وشكرا لكم على هذه الاستضافة. المكتب الفلسطيني للدفاع عن الأرض قال إن الاستيطان وصل إلى مستويات قياسية في عهد ترامب. كيف ساهمت هذه الإدارة بتصاعد وتيرة الاستيطان؟ حقيقة أخي، لسنوات طويلة كانت المنظومة الأمريكية تتعامل مع بعض المصطلحات السياسية، وخاصة فيما يتعلق بالضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس، أنها هناك أمور تحلها المفاوضات. ومنذ سنوات، وخاصة بالسنتين الأخيرتين، وصول ترامب إلى الحكم جاء بسياسات مختلفة عما كان. فإذا كانت الإدارة الأمريكية تدعم الاحتلال الإسرائيلي سياسيا ومجلس الأمن وبالأسلحة وبالاستخبارات، هذا جاء ليعطيها بعض السيادات التي كان ينظر لها بعض الأطراف الفلسطينيين أنه قد يكون وسيطا في عملية السلام. وحقيقة الوضع الآن هو أسوأ كثيرا، والدلائل على الأرض تشير أن الاحتلال الإسرائيلي يزيد من بناء المستوطنات في الأراضي في الضفة الغربية وفي محيط مدينة القدس وفي داخل مدينة القدس، وما يفعله هو جزء من سياسة أن البيت الأبيض يقول له اصنع الواقع على الأرض ونحن نحقق لك المكاسب السياسية. نعم، هذا بالفعل ما يحصل، وهذا ربما ما جعل الولايات المتحدة الأمريكية تخرج من كونها وسيط بين الشعب الفلسطيني وبين الاحتلال الصهيوني. نعم، وإن كان جزء كبير من الشعب الفلسطيني وفصائل الفلسطيني المقاومة يدركون هذه المسألة منذ سنوات، إلا أن جزء من الشعب الفلسطيني قبل بالمفاوضات، وكانت كجزء من بعض أعضاء قيادة حركة فتح أو المتنفذين في السلطة الفلسطينية مثل أبو مازن ورجوب ودحلان بالسنوات الماضية. حقيقة الاحتلال الإسرائيلي كان يتعامل مع المفاوضات كورقة كسب الوقت من أجل صنع الواقع على الأرض، والحقيقة هي نراها الآن، المستوطنات في ازدياد، المستوطنون بزيادة في محاولة الدخول إلى أجزاء مدينة القدس، محيط مدينة القدس محيط، وبالأونة الأخيرة نرى نحن كيف أنهم يحاولون السيطرة على بعض أراضي فلسطينية، ونحن الآن بموسم التصعيد. تعرفون أن موسم قطف الزيتون هو بالشهر القادم، وسوف يكون هناك تصعيد أكثر من الاحتلال لضرب الموسم وضرب الميزانيات التي يدخلها الفلسطينيين للصمود. وأعتقد أن الإدارة الأمريكية ليست فقط تقوم بدعم الاحتلال الإسرائيلي، إنما ترسخ فكرة أن الأراضي ومن يصنع عليها الواقع هو القوي على في الأرض. ولذلك نلاحظ أن أكثر من 55 ألف وحدة استيطانية منذ احتلال القدس الشرقية عام 67، في المقابل يقوم الاحتلال بهدم مؤخرا يعني مئات الوحدات السكنية في لحظة واحدة في وادي الحمص وغيره. إلى ماذا يشير كل ذلك؟ بناء أعداد كبيرة من الوحدات السكنية والمستوطنات، في المقابل هدم منازل وعمارات لسكان فلسطينيين. يشير إلى أن الاحتلال يصنع الواقع على الأرض، وأن الإدارة الأمريكية الحالية سوف تدعمه أكثر سياسيا، أكان بمواقف من الأمم المتحدة عبر قرارات الأمم المتحدة أو فيتو ضد أي قرارات من الجمعية العمومية لوقف ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي. الحقيقة هي أنه يكفي خداعا أن الولايات المتحدة كانت يوم من الأيام طرفا مسؤولا عن مفاوضات بين الاحتلال والفلسطين، كانت وما زالت هي جزءا رئيسيا بترسيخ الاحتلال. وما فعله ترامب بالسنوات الأخيرة هو كان كشف القناع أن الولايات المتحدة تخدم واقع تثبيت إسرائيل كل يوم أكثر من اليوم الذي قبله. نعم. من ناحية أخرى، من الواضح أن هناك اقتحامات متزايدة، اعتداءات متكررة على المقدسيين أو بالأحرى على أبناء الضفة الغربية بصفة عامة من قبل المستوطنين الصهاينة. إلى أين تتجه الأمور في ضوء هذه الاعتداءات المتزايدة؟ حقيقة أخي، بالسنوات الأخيرة أصبح الاحتلال الإسرائيلي يحاول ترسيخ واقع فرض الكثير من العقوبات على أبناء مدينة القدس. فتجد أن ابن القدس الذي يحمل بطاقة الهوية التي يستطيع من خلالها أن يكون في الضفة الغربية أو القدس أو 48، أنه محصور في بعض المساحات البسيطة مثل العزارية أو أبو ديس، لا يستطيع أن يدخل مدينة القدس ولا يستطيع أن يطلع
أو يخرج إلى الضفة الغربية، بالإضافة إلى كم من إجراءات عقابية مالية والمحاكم وإجراءات، ونرى نموذج كثير كل يوم من أبناء القدس. ما يخص المستوطنون، المستوطنون يتعاملوا مع الواقع بفرصتهم، وتحالف نتنياهو النهائي أو قبل أيام مع بعض أعضاء اليمين الإسرائيلي على زيادة مدة الاقتحامات، على زيادة استيطان في الضفة الغربية، هذا جزء من خطته الانتخابية باتفاقيات أن هذه الأمور سوف تزداد وتصبح مدعومة أكثر من الحكومة الإسرائيلية، وهذا حقيقة هو جزء علني من خطات من الخطه التي كانوا يقومون بها لسنوات. هل يمكن ان يودي ذلك بتردي الاوضاع، وخاصه ان هناك مشكله في القدس الان وفي الضفه الغربيه المحتله وفي غزه، شهداء واصابات في كل جمعه، هل نحن امام تصعيد للامور خلال الفتره القادمه؟ نعم اعتقد، وكلما اقتربنا اكثر الى صندوق الانتخابات للاحتلال، وكلما كان هناك اتفاقيات اكثر علنيا ووضوحا بين نتنياهو وكتل استيطانية أو كتل يمينية متشددة، المسألة ذاهبة إلى تضحية أكثر بالفلسطينيين، استخدام الدماء الفلسطينية، استيلاء أكثر على الأراضي الفلسطينية، والصمود المقدسي وأهلنا في الضفة الغربية وصمود المقاومة هو الأمل الوحيد لنا. شكرا لك سيد تيسير سليمان الباحث السياسي، كنت معنا من اسطنبول.